زون ميكس. رجعنا من جديد في زون ميكس في اخر جزء نحكي فيه عن المنتخب الوطني التونسي ومقابله البارح ضد منتخب السودان، نحكي شويه عن منتخب ضد نيجيريا ان شاء الله. زوز ملاعبين جدد اكتشفناهم البارح، شفناهم اخذوا اكثر وقت نتاع لعب، انيس بن سليمان وكذلك حمزه رفيع. نسمعوا شنو قال انيس بن سليمان بعد المقابله. حسيت احساس ما نجمش نفسرها لك بالكلام، اما احساس كبار. اول بونت واول ماتش احساس كبار. بيان سور اول ماتش الواحد لازم يستانس يدخل في اللعب، مي لونترينور والجوارات يعاونوني برشا. وي الحمد لله ماركيت بونت واول ماتش مع ليكيب ناسيونال. هذيك الرياكشن تاع حبي لتونس. سين مونجي، نسألك كيف شفت الملاعب هذا وايضا رياكسيون نتاعو بعد البونتو هذا، اللي فما غيره شويه على المديون نقولوا راهو سي دي مومون، هذوما راهو ما تشراوش بالفلوس، راهو سو كون تو في سي مومون لا راهو في العالم اجمع. انت كي تشوفك الملاعب نتاع ليكيب دو فرونس هذا نيكا ناكامانغا ولا كافامينغا ولا كافامينغا ولا حاجه هكا 17 ans سي لو بلو جون جوار ديجا دوبي ان مومون. شو اجي نقول لك حاجه، هذوما سي دي مومون اكسترودينير. هو قال بحسن اخلاق وتبارك الله والتربيه نتاعو ليديوكاسيون كي لا يو، قال نشكر اصحابي. لا يشكر روحه هو ديجا، باسكو هو راهو جوار كي يجي هو اللي باش يمشي مع الملاعبيه اللي ما يعرفهمش اللي هما ما يعرفوهش، سي ا لوي دو سادابتي يمشي لهم ويعرف بنفسه. يونا فيو اذا كان سي منظر كبير اليوم حطوا تيتولير باش يلعب تيتولير اون كوني لي ريزون، معناها الى في لو تالون نتاعو. والحاجه كي تشوف كي يمشي معناها هو كان القارة يمكن روحته للدار معناها باش يبوس امه وابوه ربي يفضلهم، معناها بور دي تكنيكمون كيفاش شفت الملاعبيه. سي ان اكسيلون جوار. لا شو فيزيكمون سي جا نقول لك حاجه، راهو الحاجه المشكله اللي عندنا في تونس هذه انا نحكي فيها من عام 1998 في التلفزه السويسري. المشكله اللي عندنا في تونس سي كو او نيفو دي جون او نيفو دي فورماتور، الحمد لله برشا النوادي قاعده تغير او نيفو دي فورماتور او نيفو دي جون. انت كي تبدا عندك ايكيب صغار يبداو رابحين 3 و 4 0 وعندك ان بيتور، لو بيتور لا سو ترانسفورم اون ديفونسور خاطر يحب يقعد 3-0 ولا 4-0، سي اون ايرور مونيمونتال. هذه هي الخلات اللي اليوم اون ان مونك انورم او نيفو دو لا فورماسيون. انا يقتلني بالضحك الناس بعد ساعات كي نسمع ان ارتيكل في جريده مع اونترونور، اي اونترونور كان يقول اني اون تران دو فورمي دي بيتور. اون فورم با ان بيتور، لو بيتور سي اني في سي ان بيتور. سي اسمه هذاك نتاع ميلان، شو اسمه اللي راني توا لا لا الاخر الطلياني انشيلوتي لا 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 بيولي ستيفانو بيولي اللي راني توا في لاسيو دو روم شو اسمه انزاغي اعطيه كوره قول له الزنقي اللي 10 مرات ما يعرفش. Mais c'est un opportuniste, c'est un... Les deux frères. Oui, les deux frères. C'est vraiment des joueurs incroyables. Lekin, Lyon, au niveau de la formation, c'est là que j'aimerais qu'il y ait une demande, il y ait une intervention de la Fédération tunisienne du football, bêche pour obliger. Ça m'a rien à En 1998, l'Allemagne a fait clair dans la Croatie avec la Coupe du Monde en France, 4-0. Une réunion d'urgence, on a vu que le football allemand, oui, il est Lyon parce qu'ils ont obligé tous les clubs. Ils ont dit impossible, je n'ai pas le droit. Ils ont dit ça m'a dit. Ou ça m'a dit, un petit France avant 98, oui, France, rien du tout. Puis le Suisse, il est allemand, la formation en Suisse, au niveau de la formation, on a le Claire Fontaine et on voit ce qu'il y a. Et là, je suis en train de dire. Non, je suis justement, parce qu'on parle de la formation. Lyon, On a un coach, Bathran Tarak. Je suis exigeant, mais il faut que je lui donne les moyens de sa politique. Tu vas ça, ça m'équipe de demander je cours. فما كيبات ما عندوش باش يخلص 50 دينار في الواحد نتاع سوا ديزون نتاع تونيو، واحد يطرد الولد الصغير هاك الزوالي هاك الملاعب الكبير ينجم يبو دوفينير ان كرون جوار. هذه المشكله الكبيره. اون دوا اون اريت دو بارلي في تونس. On doit avoir des actes. Le ملاعب الثاني اللي شفناه البارح حمزة رفيع، نسمعوا شنو قال بعد المقابلة بعد نرجعوا نحكوا عليه. Alors on a fait une bonne entame de match, on a bien géré leur contre et après on a imposé notre style de jeu et on a fait ce qu'on a travaillé à l'entraînement et ça a payé. Oui, le coach nous a demandé beaucoup d'efficacité devant le but. Cette semaine on a fait beaucoup de travail devant le but et de coordination offensive
et ça a plutôt bien marché. Aujourd'hui, on est l'équipe, tout le monde est content. C'est important, le jeune c'est le futur et on est là, on va essayer de travailler et de s'imposer petit à petit. Zone mixte. Techniquement, tu as quel chef toi Hamza à l'affaire? نرجع انس بسليمان ساوح مسالش به انس بسليمان اول حاجه ما حلاك يتكلم ساعه تحسه ولاد صغير مازال هو صغير من عام 2001 ولا 2002 ولا كدي دونك يعطي الصحه للي بارون نتاعو اللي ظهر بوه يتكلم الديكلاراسيون تاع تونس واحد ومهم انه يتكلم بالتونسي بيان سور ظهر مشرجينه على الحكايه هذيك وهذيك سي تري امبورتون ظهر فورماسيون نتاعو دو تري نيفو عنده اهم كاليتي يحب اي انترنور عند جوار نتاع المليو هي لا بويسونس هي تري بويسون اللي هذا معناها تخليه يلعب في اي جمعيه في العالم وكي يدخل يكون تيتولير في اي في اي بلاصه يعني فاسيلمون يعني في بلاش تتعلق تظهر لك بويسون خاطر المنافس معناها ما كانش في المستوى الكبير تري بويسونس يعني مش ما عندش علاقه بالمنافس كان تري بويسونس هي السرعه والقوه مع بعضهم يعني القوه ضد المنافس كما السودان لا 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 تشوفها حتى في الانترنمون يعني تفيق بها حتى في الانترنمون حتى من غير واحد عنده كايتين تاع بويسونس ومازلنا باش نزيد نشوفوه ونشوفوا كل ما يطلع النيفو دونك ذا الفورماسيون نتاعو باهيه برشا وهو زاد ظهر عنده دي كاليتي الكونستركسيون زاد مش خايب مش النوعيه كلي هكا المليو تراديسيونيل اللي فك حاجه 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 باهي حمزه رفيعه كيف كيف تكنيك مو باهي هذيك الحاجه اللي احنا مسحقين لانه احنا قعدنا برشا بريود صابر خليفه والمساكني والخنيسي بعد جا سليتي بعد قعد لي كولوار نتاعنا معنا برشا ما نلعبوش فيها دي جوار فيف دي جوار رابيد دي جوار بلان دينرجي كيما نقول فرنساوي يعني يعطيك 200% يعني بالصغر وبالكاليتي وبالموتيفاسيون يعطيك هذه احنا فقدناها توا هذوما سي دي شوا معناها قاعدين حاجات هذوما دي كادو قاعدين يجيو للمنظر الكبير باش بعد يورينا يخرجنا توليفه باهيه اللي انا الراغ ما نعرفش انا الراغ وهاب الخزري ينجم يكون تحت لاتاكون ولا في الكلوار يمين ولا يسار ونجم يكون اتاكون تصير عليه خدمه كبيره برشا وبرشا انكادرمون وبرشا كلام لانه عنده حاجات باش يصلحهم اللي هو ياسين شماخي شفناه في البطوله مركز بونتويت صعب برشا تكنيك مو اللي تري فور عنده كايتي تاع فيفاسيتي انورم مي لازم زاد برشا خدمه لانه كي باش تطلع في النيفو لازم برشا كلام برشا حديث برشا دي ديسكسيون برشا دي انترفيو مع لي زونتورنور نتاعو انديفيديوال باش لانه الملاعب انا نعرفهم مليح ودرب عندي عاقل اكثر من لازم معناها دونك كي باش تطلع في نيفو في الافريق مع باش تحكي نيجيريا ومصر وغانا والمغرب والجزائر واحد مي راويسين شماخي نجم يكون الاتاكون اللي نجم يرتح تونس واللي لوجوا عليه عندنا برشا من اللي رسمنا وهب الخزري اون بوينت ما شقينا حلول ياسين دو ديبا ما عندناش اتاكونات معناها بريسك شامبيون ما فيها دو تروا اتاكون كان عندنا شباب زغليم مشى للسعوديه فما سلاس رفيق كامرجي في تتاوين معناها الشامبيون كامله فما ليترونجي نتاع ليتوال مع بونتا 9-9 ما فماش دونك لازم نلقاو حل وانا رايي انا مش يعني نحكي على خاطر ياسين نعرف ولا حاجه ينجم يكون ياسين بروجي سداس ماشي للكلوب غير الفرصه فما 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 كونتاكت وماني قلت لك مارشي فارغ يعني كي تجي تحسبهم على الشامبيون كامل تسمي دو تروا اتاكون معناها سامي محمد زيدان في التفاعلات على الفيسبوك يقول لك سيمون انزاغو عنده حق بتبيع عمره ما لعب في الميلان فيليبو لعب في الميلان لا هو لاتشو كان يلعب في لاتشو لا نحكيو على خوه هما لي دو فرير لي دو فرير سي دي زافونسون باهي سام السؤال خليته لك انت بالعنيب اكسبري فما عمل من الجامعه زوز فما عمل من الجامعه معناها باش في استقطاب الملاعبيه هذو مثلا انيس بن سليمان لعب اسف تمومون كان مطلوب من ارسنال رفيعه مو سهل جيب لاعب يلعب في اليوفي فما لاعبين اخرين كيما عمر رقيق اليوم في ارسنال اعطى موافقته باش يكون في المنتخب فما عمل تامن شويه بالعمل هذا نتاع الجامعه ولا شوف نامن بالعمل هذايا امواتي الواه نقول لك امواتي واذا كان يعطيو نفس الاهميه للاعبين اللي يلعبوا في تونس ويحاولوا يحسنوا في ظروف شوف المهنيه الماديه كل تو نتكلموا على شماخي ولا كان ما ثماش مشاكل في النادي الافريقي الشماخي عنده عامين فيكس في ليكيب ناسيونال وجور بيرفورمون احنا اللاعبين عندنا موجودين هنية عندنا الموجودين هذوما اللاعبين هذوما غاديكا
يلعب ما يلعبش في الفريق نتاعو يعرفوا اللي ترينا بالكدا، يعرفوه اللي يخلص، يعرفوا حتى نوعية المشاكل اللي ثم في الجمعيات غاديكا مش نوعية المشاكل اللي موجودين هنية. يلزمنا هوني نركزوا شوية على المستويات كل، شوف على مستوى التحكيم وعلى مستوى انت جامعة، الجامعة التونسية هي اللي تخطط، تخطط البرامج الكبرى لكرة القدم التونسية. انت اذا تنجم تفرض حكم ولا تنجم تفرض ديسيزيون ولا حاجة، الوه ما تفرضش سياسة رياضية سليمة في معناتها في الفرق. اذا عندك انت الامكانيات مش تفرض اشياء اخرى، يلزمك تفرض الاشياء هذوما، لانه غير طبيعي ان نحن صحيح يلزمنا نعملوا البروسبكسيون حتى البرة، بيان كو قريت بروسبكسيون البرة ان برانسيب البرة يلزمك عندك واحد تيتولير في جمعية باهية واحد وكل وتجيبوا ديريكت. احنا رصتنا نعملوا في البروسبكسيون البرة لوجو في اللاعبين اللي عندهم بوتنسيال. عندنا لاعبين في البطولة الوطنية عندهم بوتنسيال كبير، لكن بالمشاكل اللي ثم في الكورة متاعنا يذيعوا في أربعة خمسة ستة شهور عام، معناتها تشوف بروجي مشروع متاع ملاعبي ملاعبي العام اللي بعده ما عادش تلقاه، العام اللي بعده يزيد يهبط، معناتها يزيد يهبط. ثم زاد حاجة اللي مهمة برشا اللي نحكيو عليها هذوما ليزاجون، راهو لاجون صاحبك وخوك وبوك ولي نعمتك، يلزمهم معناتها يعرفوا يعملوا بلان كارير للجوار ويعاونوهم ويأطروهم وكل هذوما. ما همش سامحني الكلمه، ما همش بازوله باش تاخذ منهم فلوس هكاو، مش تمشي معناتها لا سوليسيون فاسيليتي. فرق عمره 20 ولا 21 ولا 22 سنه عنده معناتها امكانيات تمشي تلوحوا في الدوزيام ديفيزيون في السعوديه ولا تمشي تلوحوا في خمرت شويه سامي ظالم، ما تقاش كلمه شويه في المباشر. نحلوا نحكي، تحب تقول حاجه طارق؟ اي على البروسبكسيون، السؤال اللي سالته سامي انت هذه باش نرجع للتاريخ شويه باش كل واحد ياخذ حقه. هذه بديت مع سي كمال القرصي وبعد سي يوسف الزواوي ومشاو لفرنسا وعملنا وقتها، وفما دو فولي، فما ذي فما الناس اللي يحبوا تونس ويبكيوا على تونس، وفما الملاعبين الكبار برشا اللي واحد منهم مشى علينا على الفلوس، يعني تحطت فيه برشا فلوس ما جبناش تايدر، خذته الجزائر. صحيح فهمتني، دونك دوسي ولا دوسي سي فينونسي 100% معناها. وفما شكون احنا ديما كنا نلعبوا على البارون يحب تونس ويحب ولد ويحب. نقول لك حاجه طارق لهنا، لا بارون يحب تونس لحد شيء، اللي اذا كان ما عيطتلكش فرنسا وقتها نجموا نجيبوك، اما اذا كان عيطتلك فرنسا مستحيل باش يجيب اي خير لاعب تونس ولا الجزائر. لا نحكي قبل، سامحني نحكي قبل ما توصل للكليب سينيور ديجا، معناها تو شفت تمشي للديريكسيون تكنيك تلقى تو تلقى لي دوني نتاع تونس اللي برك ديما يجيو ميل يجي كذا بربي فما واحد هكا يقيدهم الكل، وبعد كل ليكيب ناسيونال كل 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 انترونور ناسيونال يبدا يعيط بشوي بشوي اللي يزنف بالطبيعه، ما هو مش تلقى دي جوار عاديين على الاخر، تلقى اقل من اللي عندنا برشا، وتلقى زاده جوار اللي فيه الذو اللي ينقص في عين الانترونور بلغه الكوره ويولي يلعب ويولي يكونفيرمي بعد احنا نرتاحوا من هذيك. لكن الموضوع الاخر نتاع المشي كان ما خذتوش فرنسا هذاك ديجا ما يحكيش معاك جمله في الليجون. صحيح هذاك انسى الساعه باش يجيك ولا يحكي معاك ولا فما شكون راه مشاو له وقتها انترونور ناسيونال مشاو له ما خلناش مش يقابلوه. شكون؟ جوار نسيت مشاو له وقتها في بيريود تاع نبيل معلول. بن يدر ما نجموش يقابلوه، معناها مسكر الباب لاجون راه حاجه اخرى ما عندكش فكره، عندهم نواميس ودنيا ويقول لك ليه والكلوب لازمك تشاور لازم كذا. فما تايدر هذاك نتاع فلوس. اي بن يدر وصل 30 عام و 28 عام هو يستنى في فرنسا معناها. اي فوالا دونك فما صعاب علينا معناها صعاب. والبارون يبدا الطفل ولده في يده معناها يغرموا بتونس يغرموا كذا، لانه كي يتفرجوا معناها ما يسموش حاجات باهيه ولا ما يقلقش انت سورتو ما تمشيش للمونديال خاطر راح مشينا 2006 2010 ما مشيناش، ما عندكش باش تغريه معناها كي تولي ديما تمشي للمونديال يوليو هذوما يجيوك بسهوله خاطر ماذا بهم يلعبوا في المونديال باش الناس تشوفهم. مي غروسو مودو او نيفو ديريكسيون تكنيك معناها انا ولدي دار فنيه خدمت من 2012 2013 2014 نعرف، ولتوا حتى لتوا معناها موجود صغير زويتا ديما موجودين لي دوني هذوما. من بعد راهو يسلم هو 5 سنين بن عثمان مكلف خاصه لا نحكي المدير الفني الوطني معناها اللي يبدا عنده لي دوني هذوما خاطر راهو احنا ديما نلوجوا في الباهيين معناها لي دوني موجودين يجيوك 200 او 300 احنا نلوجوا في باهي هذا كيما بن سليمان هذا معناها بيفو يبرد على القلب هو ان شاء الله يكون باهي اول ما تفهموش نحكموا لا 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 مادام يلعب في الدنمارك انا الحقيقه ما شفتش حاجه اكسبسيونيل ان شاء الله ان شاء الله ياكد ماتشات الجايين لا شو ساعه ساعه الابليكاسيون
سي فري السودان البارح ما جينا احنا نقولوا ما جاتش بلغه الكوره، مي شفنا حاجات نتاع كوره ظاهره ديزانديس. من بعد التصليح على ليزونترونور الكوفرتور نتاع ديفونسوريت جبد على سامي بكري بالطبيعه هما يتصلحوا في الانترمون وكل ملاعب يرجع روحه بالفيزيوناج، مي دو جوار دو كاليتي ما فيش كلام. مقابله نيجيريا سي المونشي مختلفه اكيد، منافس من الحجم الثقيل بلح الهزم ضد الجزائر، الجزائر اللي كانت بالكيب الثانيه تقريبا برشا غيابات فيها، كيفاش تشوف مقابله تونس مع نيجيريا؟ هو تشوف ديجا الماتش بدا ديجا دوبي لا فام تاع البريمير ميتون ضد السودان، ديجا تحب ولا تكره راهو المخ غادي برشا جوارات تخمم ديجا على الماتش هذاك. انا قلت لك ريسك دو بليسيور، يقول لك رابحين 3-0 دونك ولا هذاك اللي خلى عطا ثقه شويه للفريق السوداني. ولو انه ما تصورش فيهم برشا باش يلعبوا ضد نيجيريا اللي يكملوا الماتش ضد السودان. ايه نعم كونتنجون، هو الكونتنجون هو هو تو واش قاعد يعمل سي منظر كبير، هو قال جبد قبيله على سي صغير زويته راهو يخدموا في خدمه سي صغير زويته في ديريكسيون تكنيك اكسترا اوردينيري، قاعدين يعملوا في دي فواياج، قاعدين يمشي يشوفوا، قاعدين نتعلموا بدير نجموا نتعلموا علاش لا من برشا بلدان اللي قاعد تعمل او نيفو دو لا فورماسيون. مي سا فاتيتر ان اوتر ماتش، لان زاد ما تنساش اللي ثم الانترونور تاع بلجيكا اللي هو غيرنوترور كان يلعب في بايرن ميونخ قبل بايرن ميونخ كان نيميرو 6 ومن بعد لعب في بوردو واليوم رانا في تونس، رانا في تونس رانا النجم الراضي الساحلي ايضا معاه تونسي نبيل ترابلسن حيو في ستاف تونسي برك جاب معاه زاد ان افريكان كي تي سون ادجوان وصارت مشاكل او نيفو دو لا جيستيون دو جروب بون جو با في الايطوال خلات اللي تحب ولا تكره هو ديجا جيسبر كي سرا معناها ديجا ديزارسوني بل خاطر باش يشوف برشا جوارات يعرفهم واحد وكل شيء اللي بقدرة ربي شو ان جرون ماتش كيما هذوم ان جرون جوار سي دون لي جرون رونديفو. اليوم انا ان جرون رونديفو اسمه نيجيريا في الاوتريش، اون بو با افوار دي اكسكوز بالجوارات اللي باش تلعب الكل بتتر مساكني سا ديبون اذا كان انت الكومبيتيسيون نتاعو كومون ولا سليتي بالجاهزيه نتاعو البارح غادي صعيب يكون صعيب صعيب انا فيو حتى لي جيست فاسيل قبل ولاو ديفيسيل ماهوش مساكني تاع العالم هو ماهوش تتفكر وقت اللي جاه الجوار باش يتاكليه الى حتى هاللوطه خاطر خاف ونقز دابيتود يحطها لك في اليوكارن كان تتفكر لو فريمون سا سي لا كونفيونس لكن اليوم اون فافوار فريمون دافون Je suis convaincu d'une chose, c'est qu'on va voir un grand match contre Trabi des deux équipes. Toutes les conditions sont réunies. Haja Barkani Kotli Kanam Khaoufetni, c'est ce Yassine Merriah. Pour moi, Yassine Merriah, déjà pour le haut niveau en Grèce, ou Tchalew Ali, l'équipe Mtao, Khaletelilium, le match à Yenistanewa le mardi, Gernotror de l'autre côté, Yarf Tunis, Ahna, on est, si on a des joueurs, les grands rendez-vous, Matlakamush Moujoudin, à mon avis, ça sera une meilleure image. par rapport à la match soudain لان سي با لا فوت نتاع تونس اللي السودان اون باسي ا كوتي ونجموا زاد نقولوا اذا كان السودان اون باسي ا كوتي ils ont été impressionnés par le dispositif تاع ليكيب ناسيونال نتاعنا حبوا يعملوا بلوك با ما نجحوش ماركات تونس سي سو بوت كي دي كونتي نعاودها لو ماتش ولا الماتش بوكو بلو فاسيل ومن بعد ولا كالكول ولا سليتي مش بلوس كو ديسو بلوس كي ديسو جي لامبرسيون كو سي ان جوار اللي ما عندوش حتى بلاصتو يمكن حتى في الدوزيام ديفيزيون في تونس فريمون سي امبرسيونون سو كي فوزي سا فورس سيتادير لا فيتيس ديكزيكسيون ولات ان ديفو بور لوي كيس كي سي باسي اون اون سي ريان حاجه اخرى اللي الفريق الجزائري اليوم زاد قاعد يعمل في دي تيست ما ننساوش اللي الفريق الجزائري وقت اللي هز الكوب دافريك الاخرانيه هز الكوب دافريك مشاو للكوب دافريك هزوها افيك اوكان جوار اللي ينشط في الدوري الجزائري اوكان خاطر عندهم اوكان خاطر عندهم جوار. برا اما فما بطولات عربيه فما بطولات عربيه معناها كما تونس كما السعوديه كما قطر حتى حد ما تكلم علاش حتى حد ما تكلم على السوجي هذا يتكلموا قبل كونت يايو لا ليست اما بعد ما تكلم حتى حد خاطر 1 2 3 فيفا بالمادي ايزون غاني لا كوب دافريك دونك بيرسون نو بارل اليوم انا نقول يفو دوني لا شانس او جوور كي ميريت دافوار لا شانس دو جوي ماهمش عاملين علينا مزيان ليكيب ناسيونال سي با اون ايكيب بالاكتاف ليكيب ناسيونال سيلوي كي ميريت سيلوي كي ميريت داتر اون ايكيب ناسيونال دوا جوي اي جو سوي كونفانكو كيلا لو بوفوار ديسيزيونيل سي منظر كبير افيك عادل السلي سامي ديما نلقى صعوبات مع المنتخبات اللي من افريك من المستوى هذا نيجيريا كوت ديفوار كامل
هاو باش نجاوبك معناتها بطريقه انا غير مباشره. ساعة شوف وقت تشوف معناتها المجموعه هذه، شوف السنوات الاخيره هذوما، نحب ولا نكره يظهر لي كلنا متوافقين مع بعضنا انه الفريق الوطني عمل مزيه على اللاعبين اكثر من اللاعبين عملوا مزيه واعطاوا للفريق الوطني. المجروح نجيبوه، واللي ما يلعبش في الاكيب نتاعو نجيبوه، واللي عمل لان ترانسفير ديفيسيل نجيبوه. هذوما اللاعبين اللي تشوف فيهم اليوم خزري واليوم مساكني واليوم مرياح، واللاعبين هذوما كل طون ديفيكولتي في الكلوب نتاعهم، الخاوي كل والسخيري جبناهم احنا، جبناهم واحتضناهم توا وقيت وقيت انه اللاعبين هذوما وتكون اون اكزيجونس من عند المدرب الوطني ومن عند الجامعه وكل راه ما يقولوا لهمش معناتها بطريقه ما تتجرى على حاجه، اما يلزمكم تعطيه وجاء الوقت انكم تعطيه. وهذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، شوف انا يظهر لي ونتكلم في مدرب ونتكلم في انترناسيونال معناتها سابق، شوف نخدموا قاعدين نخدموا برشا حتى على اختيار على مستوى اختيار اللاعبين، قاعدين نخدموا على الكم ما نش قاعدين نخدموا على الكيف. اليوم يلزمنا نخدموا او نيفو دو لا كاليتي. والماتش هذايا نتاع نيجيريا كيما الماتشات الجايين كيما الواحد وكل، مش اون فاسو سيتوي احنا شنيه القيمه الحقيقيه نتاعنا. انا يظهر لي يلزمنا لا نعملوا لا اوبجيكتيف لا كاتريام بلاس لا فينال لا دومي فينال لا كارد فينال لا حتى شيء. يلزم معناتها الفريق هذايا نحاولوا نحسنوه ونحاولوا انه الاختيارات تكون عادله وانها تكون كرويه بحته، وان معناتها عندنا لا ميم اكزيجونس صحفيين ومسيرين ومدربين، لا ميم اكزيجونس اللي اللاعبين هذوما وقت يجيو الفريق الوطني هما يلزون فيزافي ليكيب ناسيونال، يلزم احنا عندنا لا ميم اكزيجونس. شوف العواطف العاطفه العاطفه وهذاك ولد جمعيتي وهذاك لا فك علينا ما نمسوش وهذاك واحد وكل هذه يلزمنا نحيوها كل في الليزيليميناتوار هذوما. وإلا كان مشينا ان شاء الله لكاس افريقيا وكان مشينا الكوب دي مون، يلزمنا عنا كل ملاعب يستحق انه يمشي ومتيقنين معناتها 80% انه اللاعب هذاك مش يعطي 100%. واضح. طارق، ماتش نيجيريا، نيجيريا عندها نجوم كما اوسيمين، نجوم عالميه، اوسيمين في نابولي، ايوبي، انديدي، برشا نجوم كبار. كيفاش تيست حقيقي هذا المنتخب نتاعهم؟ نيجيريا حتى كان تجيك بالفريق السادس ولا السابعه تبقى نيجيريا مرسو كبير، معناها ناسيون كبيره نتاع فوتبول في الافريق وفي العالم. هذه كما قال لي غران جوار في لي غران رانديفو. انا من نتصور ليكيب حاضره 80% معناها اللي باش تلعب في مخ المدرب، معناها دو تروا جوار معناها ممكن فيهم نقاش. لهنا نحكيو على لو نيفو راك مش السودان ماهيش نيجيريا. نيجيريا راك مش تحط سانكيام، نيجيريا راك مش تلقى روحك في دي ديفيكولتي تكتيك وتكنيك واتليتيك سورتو مع 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 منتخب يعني عنده الكاليتي الاولى نتاعو اللي هما قويين برشا نيفو فيزيك. بعد الكره اسكو مش نجموا نصنعوا لعب معاهم؟ اسكو مش نستناو كما العاده؟ مش نشوفوا هذا تيست، اكثر تيست للمدرب رغم الملاعبيه لان الملاعبين عارفوهم. باش نشوفوا الكونسيبسيون نتاع منظر ليكيب في مخه كيفاش مش تكون كي يلعب مع لي غروند ناسيون هذوما نتاع الفوتبول. وبطبيعه ديما مانيش ما عندي حتى شك في انه الياس الصخيري وهبي الخزري باش يكونوا وعلي معلول باش يكونوا معناها هما الملاعبيه اللي احنا نستناو منهم باش يزيدوا يدخلوا الاولاد الجدد في الـ في الـ في الـ في الجروب باش يسرعوا لهم في الادابتاسيون نتاعهم. وسورتو قدام الكاج اللي احنا عندنا مشكله كبيره ديما نتاع انا ما نمركيوش مع لي غروند ناسيون، نجموا نشدوا بعد نخسروا بكوره ولا بكورتين اللي يظهروا ساهلين. تتوقع تغييرات في التشكيله خاصه ثاني نجم نشوفوا حد هادي دراجر فرجاني ساسي، شكون تتوقع باش يكون موجود في التشكيله من الاول؟ حدادي نتصور حدادي ينجم يكون موجود معناها ولا بدات يقسم الماتش هو علي معلول. لانه سامر حدادي راهو فما كلام لازم تقال عليه، راهو سان جوار تونسي لكن بعقليه اوروبيه، راهو طفل نظيف على الاخر اكسبيريونس في السعوديه، عاود رجع لتركيا ما عنده حتى مشكل يعني اللي صعيب عند الاخرين هو ما عنده. سامحني حتى وقتها الى عمل ليغامون كروزي
ثلاثة شهور بعد يدير تي سور لو تيران اي كومبيتيتيف معناتها سي ميراكل معناتها تشوف السيريو نتاعو. فما كونتاكت حتى مع فينيرباتشي في هذه كل به المنتخب يعني شفت قداش حكينا على علي معلول وقداش ملاعب وقداش عنده كاليتي وقداش الفالور نتاعو وراه سامي الحدادي ما عندكش مشكلة معناتها. صحيح دونك هذا كله يصب في 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 مصلحة الانترنور انه بشار قديمة الواحد انا الحاجة اللي نحب نشوفها هي الديسبوزيتيف هي الفورماسيون كيفاش معناها يخمم ستاف تكنيك تاع الكيب ناسيونال في تونس الجايه في المنتخب الجاي في مارس في الكوب دافريك ولا في كوب ديمون كيفاش باش نلعبوا مازلنا ما فهمناش دونك في ماتش نيجيريا مش يكون هو التيست هذا كما يقولوا الاختبار الحقيقي في بلغه الصحافه هذا الاختبار الحقيقي بالحق معناها مي راك ماكش تلقى ماتش 100% احنا لهما خاطر الكوفيد يقعد اميكات لا الكوفيد اثر في العالم الكل اثر او نيفو معناها عندنا سبب ولا في السبور الكل ماكش تلقى حاجه مي راك مش معناها فما كان فما اختر فما بوبيت مش يشعلوا اللي راهو فما ديفيرونس لهنا ديفيرونس لهنا باش نحاولوا نصلحوا. انا 10 سكوند خويا طارق راهو نقطه القوه نتاع الكوتش في المباراه هذيا سي كون دو جوي سور لي ديفو دو لادفيرسير با سور لا فورس فيزيك دو لادفيرسير وسور لي كاليتي نتاعنا احنا اي جو بونس كو سا فا تيتر دو سيت مانيير لا. انا جوست نقطه اخيره انا جو سوي تري كوريو انا بالنسبه ليا نقطه مهمه ومهمه جدا للفريق الوطني لو بوست دو غارديان والجاهزيه كي لو برومي غارديان واسكيلا لو نيفو بالنسبه لي انا نقطه مهمه برشا 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 جو سويت بوكو دو شانس اي الكبير اي لي غارديان مي هذه يلزمها تتحسم وباش نشوفوا راهو ضد نيجيريا باش نشوفوا برشا حاجه. بن شريفيه اي تي اكسترا اوردينير دو سو ماتش لا نتصور فاروق باش يكون غارديان يروح. شكرا شكرا سي الماتش هذا يعني في لا هو ديجا قالها منذ الكبير معناها عنده فاروق في مخه غارديان لا تاي دو فاروق لا تاي دو فاروق دون سو دون لو هو نيفو الي تري امبورتون تو وعندنا ماتش ويتعام به في السعوديه الحقيقه حاجه قلتها مره بسرعه كمان حاجه قلتها مره ما عجبتش بعض ما اصدقائنا فاروق بن مصطفى كان في تونس كان عنده مشاكل فنيه واضحه مشى للسعوديه خذ ميور غارديان في شامبيونا فيه 12 غارديان انترناسيونال تعرف معناها هذه؟ معناها الخدمه تجي في تونس مشاكل في مخه اكثر كانت من الفنيه تعرف على مدرب الحراس واضح البوست بتاع مدرب الحراس واضح يعطيك الصحه شكرا لك طارق المسعودي شكرا سي موجب ابراهيم شكرا ايضا سامي العكريمي ان شاء الله نتقابلوا في مواعيد رياضيه اخرى مازال مواصلين في زون ميكس حتى الخ...